وزير السياحة والآثار نايف الفايز حفل افتتاح قرية عيد الميلاد المجيد في النادي الأرثوذكسي بعمان بحضور رئيس النادي السيد إيليا وكيلة وعدد من النواب والسفراء وشخصيات سياسية وجمع كبير من المدعوين. وتقام في هذه القرية التي تشتمل على كافة المرافق الحيوية والقاعات المجهزة لإقامة الفعاليات المختلفة العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والغنائية والموسيقية.